انا عارفه ايه اللي وداهم هنا في بس. موسى احمد ما جاش، انا عارفه اتاخر ليه. لازم هو وصلت في وقتك. حصل ايه؟ اولا عملت حسابك على ايه؟ على انك تقعد هنا على طول للدرجه دي. ايوه اسمع، اركن العربيه بعيد وتفضل جوه وانت تعرف كل حاجه. اقوم اعمل معروف. يا رب استر يا رب. اقوم قبل الست هدى ما تيجي. ارض بور ما تنفعش ابدا، قتل ورصاص وكره وموت. وهي دلوقتي راحت هي وابوها عند ناس ما يرحموش ابدا. وبعدين يا سي احمد ايه العمل؟ طيب حد يجي معايا واروح له. اعمل معروف، انا قلبي بيت. رجعوا رجعوا رجعوا. طب اطلعي انت فوق، اطلعي فوق. وانت يا سي احمد تعالى معايا. انا شايف علشان اقدر اساعد هدى لازم اوضب طريقه مخصوص تخليها تقبل. ابعديها انت ومهدي لي مقابله مع الباشا. قولي له اني عايزه عشان شغل. اتفضل انت السعيد. بابا احنا مش لازم نبات الليله دي هنا، لازم نرجع مصر. هنروح هناك فين بس يا حبيبتي؟ على الاقل هنا لنا بيت نعيش فيه. وازاي نقعد في وسط الناس دول؟ انا اشتغل اي شغلانه في مصر ولا اقعدش دقيقه واحده هنا. انا هحضر هدوم. امرك يا حبيبتي امرك.